السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس تعلم اللغة الإنجليزية مع قناة iSpeak. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الدروس أول بأول. كما تعودنا، خذ دفترا وقلما. على بركة الله، لنبدأ. درسنا لليوم سوف يكون حول الأعداد Numbers. أول شيء يجب أن نتعلمه في هذا الدرس هو أنه هناك نوعان من الأرقام، الأرقام العادية cardinal numbers والأرقام الترتيبية ordinal numbers. مثلا الرقم 1 one رقمه الترتيبي هو the first، لذلك غالبا ما نلاحظ أن رقم 1 يكون بجانبه حرف S و T وهما آخر حرفين من كلمة first. والآن لنكتشف باقي الأعداد. 1 الرقم الترتيبي هو the first. 2 the second. 3 the third. 4 the fourth. 5 the fifth. 6 the sixth. 7 the seventh. 8 the eighth. 9 the ninth. 10 the tenth. لاحظوا أنه قبل كل عدد ترتيبي أقول كلمة the وهي تعني الأول أي معرف، أقول the first. من الملاحظ أيضا أنه في الأعداد الترتيبية نجد أن الأول والثاني والثالث مغايران عن باقي الأعداد، فغالبا ما نجد ST بعد 1 و ND بعد 2 و RD بعد 3، لكن مع باقي الأعداد نجد حرفي T و H. فمثلا الرابع يعني 4th، الخامس 5th، وتنطبق هذه القاعدة حتى مع الأعداد 21 و22 و23 وما إلى غيرها من باقي الأعداد. 11 11 the 11th. 12 the 12th. 13 the 13th. 14 the 14th. 15 the 15th. 16 the 16th. 17 the 17th. 18 the 18th. 19 the 19th. 20 the 20th. لاحظوا أنه بعد رقم 12 نجد أن كلمة teen تتكرر مع باقي الأعداد من 13 إلى 19. 21 21 32 32nd 43 43rd 54
54th 65 65th 76 76th 87 87th 98 98th 100 100 ألف 1,000 1,000 the thousand the thousandth 1,000,000 1,000,000 مليون the millionth the millionth 1,000,000,000 1,000,000,000 مليار. والآن مع تمارين. عندما نريد أن نقول 67 مثلا بالإنجليزية نبدأ بالعشرات ثم الوحدات، فنقول 67 أي أنه مثلا نقول 67 بالإنجليزي، ليس كاللغة العربية نقول 67 67. مثال آخر 800 98 800 98 5,000 and 6 5,000 310 22,072,865. الآن أدعكم مع بعض التطبيقات، المرجو كتابتها في التعليقات بالحروف، وشكرا لكم على المتابعة. أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيدا لكم وأن تكونوا قد تعلمتم الأعداد والأرقام باللغة الإنجليزية. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.